الرياضة الأنثوية في مناطق شمال شرق سوريا انتقلت من مجرد لعبة في الحصة المدرسية الأسبوعية إلى ما يمكن اعتباره ظاهرة اجتماعية مع تشكل العديد من فرق اللاعبات. النجاح في تشكيل فرق كرة قدم أنثوية وتنظيم بطولات عزز ثقة الفتيات بأنفسهن ووسع نشاطاتهن الرياضية، كما شكل دافعاً لأخريات يهوين ألعاباً أخرى منها كرة السلة أن يبادرن ذاتياً إلى تشكيل فرق خاصة بهواياتهن. ومن هنا كانت الدعوة للانضمام إلى هذه الفرق. هالرياضة كتير حلوة، خاصة لعبة كرة السلة. بتمنى لكل رفقاتي يجي يلعبوا معنا، لأنه هي لعبتنا المفضلة. على أرض ملعب شهداء 12 من آذار في مدينة القامشلي شاركت 4 فرق أنثوية لكرة السلة في بطولة محلية. قال القائمون عليها إنها تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في المشهد الرياضي عامة وفي لعبة كرة السلة خاصة وتنشيط الرياضة النسائية. أول بطولة على مستوى السيدات، قبل فترة كانت بطولة على مستوى الرجال. نتمنى أن تأخذ السيدة مكانها في العالم الرياضة، خاصة طوال فترة كانت محرومة من ممارسة الرياضة. الفرق الرياضية النسائية المشكلة حديثا ما تزال مقتصرة على الفئات العمرية اليافعة، كتجربة غضة تحاول تثبيت قدم لها في المشهد الرياضي وكسر الأعراف الاجتماعية التي حدت من حركة الفتاة على مدى عقود، كما أنها تعد وسيلة للابتعاد عن أجواء العسكرة في محيطها.